أبنائي طلاب الصف الثاني عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية، ودرسنا اليوم بعنوان غاية الحياة الجزء الأول. أهداف درس اليوم: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تستخلص الأفكار الرئيسة والفرعية في النص، تحدد غرض الكاتبة ووجهة نظرها تحديدا دقيقا، تستنتج المعاني الضمنية في النص استنتاجا دقيقا، تبين معاني المفردات الجديدة حسب السياق الذي وردت فيه. أبنائي الطلاب، ترى من كاتبة هذا النص؟ إنها الكاتبة والأديبة مي زيادة، اسمها ماري إلياس زيادة. عاشت بين عامي 86 و800 وألف للميلاد و41 و900 وألف للميلاد. أديبة وكاتبة فلسطينية، أتقنت 9 لغات، درست في كلية الآداب وتابعت دراستها العليا في جامعة القاهرة. امتازت بسعة الأفق والانفتاح الثقافي والمعرفي. امتاز أدبها بالجدة والطرافة، كما عرف أدبها بسمو الفكرة وإنسانيتها. اتسمت لغتها بالسلامة والجمال. الآن عزيزي الطالب، اقرأ النص قراءة متأنية لتجيب عن الأسئلة الآتية. والآن أبنائي الطلاب، لنقف قليلا بين يدي النص. آمنت الكاتبة بأن الحياة لا قيمة لها إذا كانت بلا غاية، ولا قيمة للمرأة إذا لم يكن لها غاية بل غايات تسعى لتحقيقها. فالكاتبة لا تعترف بالمرأة الضعيفة التي تكسل أو التي تجعل من ضعفها الطبيعي تكأة للقعود، فالرجل لا يستطيع وحده صنع الحياة. والآن عزيزي الطالب، لنتعرف أفكار النص. اقرأ الفقرة الأولى. هل انتهيت؟ نعم، لاحظ معي الكلمتين الملونتين باللون الأحمر، ماذا تعني كل منهما؟ أحسنت، الارتياب هو الشك والصنديد هو الثابت. في هذه الفقرة تؤكد الكاتبة على اهتمامها بالموضوعات النسائية بشكل خاص، حيث تجد تأثير المرأة وراء كل عمل مسببا من الحوادث ما لا يفسر بغير كلمة نابليون: فتش عن المرأة. فهي لا ترى المرأة على مر العصور التاريخية إلا ملكة صالحة وسياسية دقيقة ومفكرة وكاتبة، عالمة مصلحة لا يستهان بها. والآن عزيزي الطالب، ما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة؟ أحسنت، ليست المرأة كائنا ضعيفا والتاريخ شاهد على تفوقها. لننتقل إلى الفقرة الثانية، اقرأها عزيزي الطالب ثم قف عند كلمتي دميثة وماضية. هل انتهيت؟ نعم، لنقف عند كلمة دميثة، ما معناها؟ أحسنت، حسنة الخلق. ما معنى كلمة ماضية؟ أحسنت، قاطعة في الأمر.
في هذه الفقرة عزيزي الطالب، تؤكد الكاتبة على الصفات التي ينبغي على المرأة التحلي بها كالأناقة وحسن الخلق واللين والعلم والقوة، بينما هي مندمجة في محيطها وتراعي ميوله. وتذكرنا الكاتبة أيضا بالواجب الرئيسي المنوط بالمرأة، وهو بناء أسرة بناء سليما وتتعهد رعايتهم آخذة بأساليب الاقتصاد والتدبير، كما أنها منوط بها إدارة شؤون الأسرة داخليا وخارجيا، فهي تراها تقوم بدور حكومة بكامل وزرائها. ما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة عزيزي الطالب؟ أحسنت. الشروط التي يجب توافرها في المرأة حتى يكون تأثيرها قويا. لنقف عزيزي الطالب عند الفقرة الثالثة، اقرأها ثم قف عند الكلمات الرجراجة عدوا حذقا. هل انتهيت؟ نعم. ما معنى كلمة الرجراجة؟ أحسنت. المضطربة. ما معنى كلمة عدوا؟ أحسنت. جريا. ما معنى كلمة حذقا؟ أحسنت. مهارة. في هذه الفقرة تركز الكاتبة على ما تقوم به المرأة من أعمال يقوم بها نخبة من الرجال، ومع ذلك فهي تتقنها جميعا. ثم تقف عندما يقال عن ضعف المرأة فهي تؤكده، لكن أمام نفسها، والذي يجعلها أحيانا أكثر جريا من الرجل. وتشير أيضا إلى المهارات التي تمتلكها المرأة في الوصول إلى غاياتها مما لا يمتلكه الرجل. عزيزي الطالب، ما الفكرة الرئيسة التي تعبر عنها هذه الفقرة؟ أحسنت. المهام التي تقوم بها المرأة تنفي عنها الضعف، لأنها تملك مهارات لا يمتلكها الرجل. وقفتنا الأخيرة عزيزي الطالب مع الفقرة الرابعة، اقرأ الجزء الأول منها ثم توقف عند الكلمات ذات اللون الأحمر. هل انتهيت؟ نعم. ما معنى كلمة التوق؟ أحسنت بني. الاشتياق. ما معنى كلمة مرصعة؟ أحسنت. مزينة. من ماري تيودور؟ أحسنت. ملكة بريطانية سابقة. من جان دارك؟ أحسنت. بطلة قومية فرنسية. في هذه الفقرة تحدثت الكاتبة عن الغاية الواحدة عند الأجيال النسائية السابقة، والتي تمثلت في الحب والزواج والعائلة. وتقول الكاتبة: إن كانت هذه غاية المرأة اليوم انطلقت إليها بقوة يحذوها الشوق إلى المجهول والرغبة في النجاح وتحقيق التفوق، فصنفتها هنا الكاتبة إلى ثلاثة أصناف: المتسلطة كماري تيودور، المفادية التي تعكف على فراش المريض، المتحمسة الفخورة كجان دارك. عزيزي الطالب، ما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة؟ أحسنت. قوة المرأة اليوم سببها وجود غاية متراكمة عبر التاريخ، هي الرغبة في النجاح والتفوق.
نتابع الفقرة الرابعة في جزئها الثاني. اقرأها عزيزي الطالب، ثم توقف عند كلمتي أمثولة ومغزى. هل انتهيت؟ نعم. ما معنى كلمة أمثولة؟ أحسنت، عبرة. ما معنى كلمة مغزى؟ أحسنت، هدف. تسلط الكاتبة الضوء هنا على اللاتي وقعن فريسة الشلل المعنوي، فيجرين هربا مما وجب صونه لما فيه من مخاطر، ناسيات ما يجب أن يذكرنه. فإحداهن لا تستطيع التخلي عن عاداتها كالزيارات والاستقبالات، فهي بذلك تفقد أعظم أمثولة في الحياة، وهي تحقيق غاية وجودها. وإن أحسنت القراءة قتلت سآمتها في الروايات دون إدراك مغزاها ورسالاتها. ما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة عزيزي الطالب؟ أحسنت، عدم الإيمان بوجود غاية يجعل المرأة فريسة للسآمة وتصبح حياتها عبثية. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى الجزء الأخير من الفقرة الرابعة. ما الفكرة الرئيسة التي عبر عنها هذا الجزء من الفقرة الرابعة؟ أحسنتم، القلب الحكيم المحب ينهض بالإنسانية لأن الحب أستاذ الحياة. الآن لنجب عن الأسئلة التي طرحت في بداية الدرس. ما القضية التي تعالجها الكاتبة؟ أحسنت، كيف تكون المرأة مؤهلة لما ينتظرها من أدوار عظيمة في الحياة؟ لماذا تخوض الكاتبة في الموضوعات النسائية كما صرحت في المقدمة؟ أحسنت، محاولة منها لإصلاح مواطن الضعف في المرأة لتستكمل أدواتها فتطلع بما ينتظرها من أدوار كما كانت عبر العصور. إلى ما دعت الكاتبة في الفقرة الثانية من النص؟ أحسنت، دعت المرأة لأن تكون جميلة، قادرة، عليمة، حكيمة، قائمة بمسؤولياتها من خلال تلك الصفات. كيف فسرت الكاتبة ضعف المرأة كما فهمت من الفقرة الثالثة؟ أحسنت، بأنها ضعيفة بأعصابها السريعة التأثر ونفسها الفائضة بالعواطف الرجراجة وعلى استعداد لتشرب الألم واستيعابه. بما ترد على الاتهامات التي توجه إلى المرأة؟ أحسنت، بأنها ليست ضعيفة كما قيل عنها، فقد سجل التاريخ لها أروع الأدوار وأعظم النماذج. وصلنا إلى وجهة نظر الكاتبة في النص. عزيزي الطالب، ماذا نعني بوجهة النظر؟ نعني بها الفلسفة التي بنينا عليها رأينا في مسألة ما. وحين نتعرض لوجهة نظر الكاتب علينا أن نتساءل: ما القضية؟ ما موقف الكاتب منها؟ وما رأيه فيها؟ وتكون المفردات والتراكيب والأدلة التي يسوقها الكاتب هي مرشدنا إلى استكشاف وجهة نظره. فهيا نستكشف وجهة نظر كاتبتنا في نص غاية الحياة. ما وجهة نظر الكاتبة في النص؟ قبل ذلك عزيزي الطالب، ما الموضوع الذي تحدثت عنه الكاتبة؟ الموضوع هو دور المرأة في الحياة ومن يحكم عليها بالضعف. ما وجهة نظر الكاتبة في هذا الموضوع؟ ترى المرأة مؤهلة لأن تكون قائدة جنبا إلى جنب مع الرجل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك استشهادها بالتاريخ على قوة المرأة وعظمتها، فضلا عن كلمات وتراكيب مثل
ارتيابي، ملكة صالحة، سياسية دقيقة، مفكرة كاتبة، عالمة مصلحة لا يستهان بها، بسالة كبسالة أعظم الأبطال. ومن ثم عزيزي الطالب نستنتج أن غرض الكاتبة من النص بالفعل هو الدفاع عن المرأة وقضاياها. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى المعاني الضمنية في النص. ما المقصود بالمعنى الضمني؟ هو المعنى الذي يقصده الكاتب حقيقة من وراء مفرداته وعباراته، ويتطلب منا لاستكشافه معرفة غرض الكاتب ورسالته. وإليك الأمثلة عزيزي الطالب. المثال الأول، قول الكاتبة: فلو أبدلناها بالرجل وعاملناه بمثل ما عاملها. ما المعنى الضمني هنا في قول الكاتبة؟ أحسنت بني، المعنى الضمني الظلم الذي وقع على المرأة من قبل المجتمع. مثال آخر عزيزي الطالب، لتحفظ توازن السرور والانشراح في البيت. ما المعنى الضمني في قول الكاتبة؟ أحسنت بني، المعنى الضمني هنا أن المرأة هي المحرك الرئيس والمسؤولة الأولى عن توازن البيت والأسرة ومن ثم المجتمع. مثال ثالث عزيزي الطالب، وإن التمست غاية استعملت للحصول عليها فنا وحذقا، ليس هو حذق الرجل ولا هو فنه. ما المعنى الضمني في قول الكاتبة هذا؟ أحسنت بني، المعنى الضمني تميز المرأة عن الرجل وتفوقها عليه في جوانب تعد من أشكال الفن والحذق. مثال أخير عزيزي الطالب، قول الكاتبة: أوجع شيء على المرأة أن تكون مبهمة المطالب. ما المعنى الضمني هنا في قولها؟ أحسنت بني، المعنى الضمني أهمية أن تكون للمرأة غاية تطمح إليها ورسالة تعمل على تحقيقها. والآن أعزائي الطلاب، إليكم التدريب الآتي. ما هدف الكاتبة الرئيس من النص؟ بيان فضل المرأة العربية، الدفاع عن المرأة وقضاياها، الدعوة إلى تقليد المرأة الغربية، الدعوة إلى تحرر المرأة من كل قيد. أحسنتم، الدفاع عن المرأة وقضاياها. أعزائي الطلاب، لنقف عند معاني الكلمات وفق سياقها في النص. في الفقرة الأولى، فحرمناها النور والحرية. ما معنى كلمة النور في السياق الذي وردت فيه؟ أحسنت، النور العلم، رغم الجور والاستبداد. ما معنى كلمة الجور في الجملة السابقة؟ أحسنت، الجور الظلم. في الفقرة الثانية، وتتعهدهم جسما وعقلا وروحا. ما معنى تتعهدهم؟ أحسنت، تتبناهم وتشرف عليهم. عليها أن تصون ذاتيتها الفردية. ما معنى كلمة ذاتيتها في سياقها الذي وردت فيه؟ أحسنت، ذاتيتها أي خصوصيتها. أبنائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية درس اليوم. إلى اللقاء في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.